السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بمتابعين قناة زراعة بسيطة مع فؤاد، ومرحبا بالمتابعين الجدد. حلقة اليوم بإذن الله موضوع كما تلاحظون أمامكم، هناك نشارة الخشب. نشارة الخشب أو كما كنقولوا لها احنا هنا عندنا في المغرب النجارة. بالنسبة لنشارة الخشب كاين جوج ديال الأنواع. كاينه هذه نشارة ناعمة، يعني كنقولوا لها حنايا رقيقة، وهذه نشارة خشنة يعني غليظة. هذه النشارة كتكون من مادة الكربون، وهذه المادة كتشبه المادة اللي كتكون في أوراق الشجر الجافة المتساقطة. والميزة ديال هذه النشارة، يعني نشارة الخشب أو النجارة، هي أنها مجانية، وممكن عن يعني ممكن أي شخص يمشي عند أي نجار كيقول يعطيني بحال هكا شوية نجارة كيعطيها لي، يعني بدون مقابل، باستثناء الإنسان اللي بغى كمية كبيرة بزاف اللي ديك الساعة اللي كتكون للبيع. السؤال المطروح في هذه الحلقة هو: هل يمكن استخدام يعني هذه النشارة، هل يمكن استخدامها للتربة والنباتات؟ يعني هل هي مفيدة أو مضرة؟ بالنسبة لنشارة الخشب كما تلاحظون أمامكم فهي طبيعية 100%، وهي فعلا مفيدة وجد مفيدة وجيدة للتربة. كتساعد في التهوية، يعني التهوية ديال التربة، كما أنها تخفف من الوعاء، يعني الوعاء ديالنا اللي كنديروا فيها التربة كنخلطوها بالنشارة كيكون خفيف، بالخصوص الأوعية اللي كتكون معلقة، يعني الإنسان كتكون عنده أوعية كيعلقهم يعني في البالكون ولا في أي مكان، كيكون الوعاء خفيف وخفيف جدا. وكذلك بالنسبة للنشارة، من بين مميزات ديالها أنها تمتص الماء وكتقوم بالتخزين ديالو بداخلها. وبالنسبة لفصل الصيف أنها كتبقى مخبية واحد الكمية ديال الماء، والنبتة يعني كتستفد من داك الماء اللي كيكون مخبي في وسط النشارة. بالنسبة للشخص اللي يعني الإنسان اللي كانت عنده تربة طينية، كما تلاحظون هذه تربة طينية، ما الأفضل أنه يخلطها يعني أو يمزجها بالنشارة. النشارة الخشب مفيدة بالنسبة للتربة الطينية. وكذلك خصنا نعرفوا يعني شحال الكمية ديال التربة اللي خاص تكون عندنا، وشحال نضيفوا لها ديال النشارة، نشارة الخشب. كما هو معلوم فإن نشارة الخشب إذا بغينا نضيفوها للتربة طينية أو أي نوع من التربة، ما خاصناش نتعداو نسبة ديال 20%، يعني 20% ديال النشارة والباقي يكون تربة. نقوم بالتخليط ديال أو نقوم بهذه العملية كما تلاحظون، باش نسهلوا باش الناس تما يفهموا يعني المعنى ديال 20%. كمثال ناخذوا 10 ديال الكؤوس ديال التربه الطينيه، هذا هو 10، يعني 10. وممكن أننا نديرو النشارة يعني الغليظة، ممكن أننا نديرو هاد اللينة، ومن الأفضل ممكن أننا نمزجو بيناتهم. كمثال ندير واحد، هادي هي المعنى ديال 20%، يعني 10 ديال تقريبا 10 ديال الكؤوس ديال أو 10 ديال المقادير ديال التربة زائد مقدار من النشارة. ملي كنقومو بهاد العملية كنقومو بالتخليط ديال التربة ديالنا، وهذا حنا درنا غير نموذج، يعني إلا بغينا نحسبو بأي مكيال كان التربة تكون 10 مرات، وبالنسبة للنشارة مرتين. وهاد النشارة كتجعل ان هاد التربه كتولي مساميه،
وكذلك مفيدة بالنسبة أنها تجعل الجذور تنمو وتتمدد بشكل جيد. وبالنسبة لهذه النشارة، المدة اللي كتستغرقها باش تقوم بالتحلل ديالها يعني نهائيا تقريبا 6 أشهر كتولي متحللة. وبالنسبة للكربون اللي كيكون في هذا يعني في هذه النشارة، كيقوم بالتنقية ديال التربة وامتصاص السموم الموجودة بها، كما أن هذه النشارة تحارب مجموعة من الحشرات يعني بعض أنواع الحشرات كتحاربهم وكتقلل من الأعشاب الضارة. وملي كتحلل لنا هذه النشارة عند التحلل ديالها، فإن نسبة النيتروجين المتواجدة في التربة تقوم بالارتفاع. كما تلاحظوا ناخذ هذا الوعاء، ودائما كنأكد على الثقب الوعاء، كنوضعوا فيه التربة ديالنا كما تلاحظون. ناخذ وعاء اخر. دابا هذه التربة تصبح صالحة للزراعة ومفيدة سواء للتربة او للنبتة. وكما قلت لكم ان الوعاء خفيف، عكس انه كان مملوء كامل بالتربه غادي يكون ثقيل بزاف. ما فيها باس، بما اننا صوبنا هاد الاوعيه ديالنا نقوم بزراعه نبتات فيهم. هذه النبته جلد النمر، قوموا بالزراعه ديالها. كنضغطوا قليلا هذه نوع من انواع العصاريات حتى هي، نقوم بالزراعه ديالها يعني بسيطه جدا ما كتطلبش لنا شي مجهود. نقوم بالضغط نقوم بالزراعه النبته الاخرى جيد النمر شكل. وكملاحظة أخرى أننا في فصل في الأماكن اللي كتكون يعني المناطق اللي كتكون عندهم البرودة كثيرة يعني الثلج والبرد بزاف، ممكن أن الأوعية ديالهم يعني يقوموا بهذه العملية بحال هكا، يشدوا النشارة ودورها من الفوق يعني من فوق الوعاء، باش كتخلي التربة دائما محافظة على ديك السخونية ديالها كتبردش بزاف. وفي نفس الوقت بالنسبة للأماكن اللي كتكون حارة بزاف أو المناطق اللي كتكون حارة بزاف، ممكن أنهم يستعملوا هذه النشارة يعني في الأوعية باش تبقى محافظة على الرطوبة ديالها وما تأثرش وما تجفش لنا التربة يعني بسرعة. الآن نقوموا بعملية السقي. الى هنا كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذه الحلقه يعني الحلقه ديال النشاره ديال الخشب. وبالنسبه للمتتبعين الجدد نتمنى انكم ديروا لايك وتابوناو في القناه، وكنتظر دائما التفاعل ديالكم ولي كومونتير ديالكم والانتقادات ديالكم والافكار والاقتراحات. ونتمنى من الله اننا نكون عند حسن الظن ديالكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.